دار كيف مع حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من الأحاديث العظيمة جدا، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما والترمذي في سننه من حديث أبي هريرة، واللفظ للترمذي، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الذباب والفراش يقعن فيها وأنا آخذ بحجزكم عنها وأنتم تقحمون فيها. فالحديث ذا فيه إن النبي عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثال، والله عز وجل يضرب الأمثال في القرآن كما قال سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فده مثل ربنا ضربه للإنسان الذي يحفظ كلام الله عز وجل وما عارف ذاته، هو كلام ربنا مشرق وهو مغرب. زي الليلة كثير من الفكية وكثير من الأئمة تلقاه حافظ القرآن بست روايات أو سبع روايات، وتلقاه الغنة يقول لك هنا في غنة وهنا في ما عارف لك شدة وهنا في وقف لازم وهنا في ما عارف ايه، تلقاه مجود القرآن تجويد شديد. لكن القرآن ده جوا فيه شنو معاني وشنو ما يعرفه، ويخالف المعاني التي يقرأها في كتاب الله عز وجل. مثلا ربنا قال: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فبعض الناس وبعض الأئمة بيفتكروا إنهم الآيات دي ما بتخاطبهم، الآيات دي مخاطب بها المشركين الزمان الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، وده غلط، وده يعني من أبطل الباطل. القرآن ده نزلوا للناس جميعا، وأي إنسان وقع فيما وقع فيه أولئك له حكم أولئك. زول دعا غير الله ده ما مشرك بالله عز وجل، وربنا قال كده: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. عشان كده تلقاه حافظ القرآن لكن بخالف القرآن وبيحفظ القرآن، فاتح له زي ما قال لك أخونا محمود زريبة ولا غيره، زريبة حظيرة، انت سميها حظيرة، على يمك لفظ الزريبة دي بتجيب حساسية لناس كتار، سميها حظيرة. وفي النهاية الحظيرة والزريبة واحد، ما في أي حاجة، كلها محلات بتاعت بهايم وعمايم، تلقى البهايم عليها عمايم، في النهاية مشكلة طويلة. فزول تلقاه حافظ القرآن وما عارف القرآن ده بيقول فيه شنو، والله يخالف القرآن. هسه الخريف مو جا، والخريف يعني المفروض بعد يجي، يعني تلقاه يقرأ لك الآيات بتاعت المطر: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. يقول لك: عندنا ناس بيبيعوا المطر، وعجبك عجبك ما عجبك افتح بلاغ في الشرطة. ونقول لك: نحن الله منزل المطر براو، عجبك عجبك ما عجبك امشي افتح بلاغ في الشرطة ولا طق راسك في الحيطة. ده شغل حق ربنا. فكثير من هؤلاء تجدهم يحفظون كلام الله عز وجل لكن ما عنده فهم، وتلقاه عقيدته خربانة. فالمهم انت عارف انه الامثال في القرآن وفي السنة ضربت لكي يتعلم الناس. شرب النبي عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثال لكي يعلم الناس. وآيات كثيرة في أمثال. والحديث ده النبي عليه الصلاة والسلام ضرب هذا المثل، قال: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل أوقد نارا، زي الزلل ولا عليه نار. قال: فجعلت الذباب والفراش، الضبان والباعوض لما تولع زمان زمان قبل ما تجي الكهرباء، والآن في الكهرباء الناس بيولعوا اللمبات وبيولعوا القبورة والفوانيس وغيرها، الحشرات بتجي تطاير في النار دي، ولا كان ولعت لك نار دار تعمل لك فيها عشاء ولا حاجة، بتلقى الحشرات طايرة وفي حشرات بيقع عن جوا في النار دي، هي ما عارفة إنه ده حتفة ولكن جذبها الضوء.
فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يضرب هذا المثل لحرصه عليه الصلاة والسلام على أمته، ولكي يبعدهم عن النار ويحجزهم عن النار. عشان كده ربنا قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقال كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الذباب والفراش يقعن فيها وأنا آخذ بحجزكم عنها. الحجز دي بالبلد كذي يعني التكة، التكة العادية دي. الحجز دي اللي بيحجز بها السروال السراويل عشان ما تقع. أسا الزول لو لابس له بنطلون واسع وما عامل له حزام بقع، ولو لابس له سروال من غير تكة بقع. فده اسمه المحجز، هو اسمه الحجز، بيحجز بها والإزار. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول وأنا آخذ بحجزكم عنها، يمسك في الناس ويحوش في الناس عشان ما يقعوا في النار. قال وأنتم تقحمون فيها. والعلماء قالوا كنا عن المعاصي بالنار، لأنه في معاصي بتدخل الزول النار، وأكبر الكبائر وأعظم الجرائم التي تدخل النار الشرك بالله عز وجل. ما في جريمة أكبر من الشرك، ولا يعني أي ذنب في رأسك دون الشرك وأقل من الشرك. الله ممكن يغفر لك ويمكن يعذبوك بعدك تخش الجنة، لكن مشرك ده ما بخش الجنة، والجنة عليه حرام كما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فده مثل فيه حرص النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الأمثال جاءت في التوحيد والعقيدة في القرآن، وأوضح الأمثال، أوضح الأمثال التي جاءت في العقيدة والتوحيد، والأمثال كثيرة في القرآن. ربنا قال ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. والله عز وجل أيضا ضرب مثل للحياة الدنيا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مغتدرا. الأمثال في القرآن كثيرة، لكن من أوضح الأمثال جاءت في العقيدة والتوحيد. وأنا بديك مثالين بس أو ثلاثة. المثل الأول في سورة الحج، في سورة الحج ربنا قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ده في المثل ده في التوحيد والعقيدة، وربنا يتحدى هؤلاء الذين توجهوا إلى غير الله، لأصحاب الطرق والشيوخ وغيرهم، ربنا يخاطبهم بهذا المثل لو كانت لهم عقول يعقلون بها. ربنا قال يا أيها الناس، وكل الناس اسمعوا المثل ده عشان تاني ما في زول يلعب عليك، وما في زول يقول لك زي ما قال لك شغل محمود بدي الجنة، بديك الجنة، لكن انت بعدين تاني بعد ذاك بتتورط. الجنة ما بكون بمواصفات ما انت ما بترضاه. المواصفات دي ما بتكون يا هال المواصفات الدائرية، انت تلقى الأضان كيف ولا إناي كيف، ولو غارنت بينه وبين الزول اللي مشيت له قد تجد فيه قواسم مشتركة. يعني حتى أنا بعد دوام نفسر وانت ما تقصر. المهم فربنا قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله، تدعون من دون الله دي دخل في أي زول، دخل في أي زول من الجماعة الليلة البنادوم الليلة في بلدنا دي. والناس ما بتزعل، الناس ما بتزعل لما تقول يا ناس ما تنادوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ما بزول بيزعل منك، تلقاه يصلح في عمته ويحذر في طاقيته ويرجعها ورا ويداها قدام. أها يا ناس ما تنادوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يقول لك والله ما في مشكلة، كلامك طيب يا مولانا. طيب ما تنادي صاحب الزريبة، يقول لك ها بدأت تشتمه. هذا لسه شتم، في ذو شتم، لكنه مرضان وقلبه مرضان بيداك صاحب الزريبة وصاحب الشكينيبة وداك بتاع كدباس وغيره. المهم الناس الأمة السودانية بالذات مرضانة ببعض الشخصيات في البلد دي، معلقين في العربات وكده. وربنا قال البنادوم ديل ديل ديل، قال ما بيخلقوا ضبانة ضبانة. طيب إذا كان ما بيخلق ضبانة باقي لك بتاع بحر البياي ده بتاع اللي زرقاب بنت الجنة ضبانة، بس قول له اسمع انت مش قلتوا بتدوا الجنة، الجنة نحن عارفين انكم ما بتدوا، كذا اعمل لنا ضبانة، اخلق ضبانة كان بتقدر
ربنا قال أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. آيات محكمة الناس يخلوها يصدقوا القصائد. كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد يربط ويحل في كل محل. انت زول مفتاح انجليزي شنو يربط ويحل؟ قال في كل محل. المتوكل لأمر يكل وتتورط كانت توكلت عليه. قال الما قلد اسمه مخلد. مخلد وين؟ وكل كذب ودعايات وإشاعات روج لها شيخ الزريبة لهؤلاء. زول ده استعمل أسلوب عجيب مرة واحدة. شفت أي زول مدحه؟ أي مدح الزعماء الكبار الطواغيت مدحهم وجاء فيهم قصائد ولحنوها جماعة وتلقاه في البص السياحي. تلقى البص السياحي ماشي من هنا لبورسودان يعكروا مزاجك يجيبوا لك قرآن أول حاجة وتكون مرتاح وما في أي حاجة وبالك رايق. أول ما طلعت من بحري والشمس طلعت شوية بعد ده بيجيبوا لك المرض. يقول لك في الليل الهادي الصلاح رجال كسلة وسيد الحسن في كسلة. بيغنيها واحد كده قصير بيتراقص زي هنا ذاته ما بعرفه اسمه منه قصير كده بيغني الأغنية دي وسيد الحسن في كسلة وداك بيغادي بتاع اسمه منه داك برضو فنان ماد في طريقنا بيغادي في الليل الأبيض. داك برضو يا المحبوبة نجيتك جاري بشوق محبة ودمع جاري. أها ربنا قرضك وارتحنا منك وازال ربنا يرينا في هذه في هؤلاء ما يسرنا. والله جت كل يوم بنسمع واحد هسه قالوا في واحد كبير من الجماعة ذا في ألمانيا ما قلت بتعالج بيكم الهواء يكتحوا بيكم هواء يقول له مش ادوه تراب يقول له سيف ادوه بخرات ادوه حجاب. هو لما يمرض يمشي للألمان ويمشي هناك إيطاليا ويمشي فرنسا ويمشي أسبانيا يتعالج عند الكفار. طيب الكفار ده ما انت المفروض تناديهم من دون الله كان اصلا يعني معتقد فيهم. لكن الدراويش اتحد مصدقين هو الشيخ فاطمه المانيا يجوا المسجد ابونا الشيخ وين؟ يقول له ابوك الشيخ فاطمه المانيا ماله؟ والله قال المعده بتاعته دي ما راكبه عدله. اي ما كلمناك زمان ما دام بياكل ويشرب ويخش الحمام وبيجي وجع بطن تلحق الابريق هناك ده ما عنده حاجه. خليه يديك جنة ويلحقوا الابريق بطنه يقول لك ده متصرف في الكون ومتحكم في الكون. والله بطنك لو انحلت ما تتحكم فيها خلي تتحكم في الكون بتاع ربنا يا مجرم يا محتال. والله جد عشان كده غشوا كثير من الامه واكلوا اموال الناس بالباطل وخربوا عقائد الناس ولله الحمد والمنه. الان الناس في وعي في وعي كثير عشان كده بيصرخوا ويكوركوا وفاتوا امريكا ما نفع وعملوا بتاع الشيشان ده ما نفع والدعوه ما اشى ولله الحمد والمنه. عشان كده ربنا قال لن يخلقوا ذبابا وعشان يبين لك الضعف والعجز قال ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب البناد ضعيف والبناد ضعيف كلهم ضعفاء فكيف بعاقل يتوجه الى هؤلاء الذين قال الله عز وجل عنهم ضعف الطالب والمطلوب كلهم ضعفاء. فده مثل يعني من اوضح الامثله التي نواجه بها هؤلاء عباد القبور وأصحاب الطرق الذين صرفوا الناس عن توحيد الله عز وجل. مثل ثاني في سورة العنكبوت عشان ما يزول يخط له ثاني بينه وبين الله واسطة. يقول لك دي الأولياء يا زي ما قال ذاك أحمد يا حبيبي سلام عليك يا مسكي وطيبي يا غافر الذنوب وكاشف الكروب وغيره من المدايح التي يعتقدون فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يغفر الذنوب وهو الذي يكشف الكروب. فده كل كلام باطل من عقائد الباطلة التي نشر هؤلاء كويس. وده قال نفوسنا وسخانة يا حبيبنا ومحتاجة للصيانة محتاجة للصيانة إلا بالتوحيد. داير صيانة أسمع آية التوحيد وأقرأ آية التوحيد وأسمع الكلام في التوحيد قلبك إن شاء الله بينضف. لكن ما دام بتسمع ساقية الليل عمالك السادة الخدم جلالك خدموك ناس الجيلي وأبو العباس المرسي ولا بتفهم أي حاجة. ده غير الكلام الثاني سكاكين مكاكين وما عارف ليك سككم مككن هككم كككم يا زول انت شنو ده كبكبي ولا مفرمة ولا ده شنو ده سككم هككم خطوط هوائية شكيني بعموم يا ناس ده شنو ده. فده كلام كله باطل. فربنا قال في سورتي سورة العنكبوت ربنا قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء
زول خاتل بينه وبين الله أولياء. ربنا قال كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. المثل ده ما واضح يا جماعة؟ واضح زي الشمس. أي زول خاتل أولياء وخاتل سادة زي ما قال ذاك السادة السادة أنا عبد ليكم نادى، الله قال لك ده زي الزول المتعلق بيخت العنكبوت، والبيت العنكبوت لا بيحمي سته من الشمس ولا بيحميها من البرد ولا بيحميها من الحر ولا من المطر، فكيف يا زول عاقل يتمسك بخيط العنكبوت ويستظل ببيت العنكبوت؟ والله ده من أوضح الأمثال التي نواجه بها هؤلاء عباد القبور والأضرحة والقباب. ولكن كما قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قلوب مغلفة ما تقبل إلا الشرك، قلوب ما ترتاح إلا للشرك زي ما قال ربنا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. كلام زي ده تلقى وصل بالضايق ويتحقق. الله جماعة ده بينزلوا فينا آية المشركين واو لو شغل بجاي مديح تلقاه شغال ينقز يقول لك أزول ديل ديل كون في براي ديل الفراس ديل كون حراس اللي بيرفع راسه ليه بواسه عملوا لي قضية ما أنا صرت أعمل أي حاجة. كلام باطل ساكت والكلام يطول والأمثال في القرآن الناس يرجعوا ليقروا القرآن وأقروا الأمثال ففيها فوائد وفيها عبر. الناس إن شاء الله إذا قرأت القرآن ما بتروح لي عوجة لكن خلوا القرآن ومسكوا في الألحان المصيبة بتبقى كبيرة. الشيخ أبو بكر فليتفضل مجزيه مأجوره هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.